وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. تحتفل الكنيسة المقدسة اليوم وهذا الأحد المبارك بعيد تجلي ربنا يسوع المسيح على الجبل، والحادثة هذه مذكورة في الأناجيل الثلاث، إنجيل متى إصحاح 17 وإنجيل مرقس الإصحاح 9 وإنجيل لوقا الإصحاح 9 أيضاً، ولم يذكرها الرسول يوحنا بشكل مفصل، علماً كان أحد الحاضرين من الرسل في هذه الحادثة، لكنه أشار بذلك في إنجيله في الإصحاح الأول تحديداً والعدد 14 قائلاً ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقا. اصطحب يسوع ثلاثة من تلاميذه وهم بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه، وصعد بهم إلى جبل عالي منفردين ليريهم مجد لاهوته قبل قيامته، لكي عندما يقوم بمجد لاهوته يتأكدون أنه ليس عن مكافأة بل أنه كان له ومع الآب منذ الأزل كقوله له المجد والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، كذلك ليريهم مجد لاهوته قبل آلامه، فعند صلبه لا يشكون في أن ذلك بإرادته وبالتجلي، شاهدوا ناسوته ومجد لاهوته، فكان الجبل رمزا للكنيسة التي ختم يسوع المسيح إلى هنا على عهديه القديم والجديد معا. وبالرسل الأطهار ممثلين بالعهد الجديد شهادة الأرض، والنبيين موسى وإيليا ممثلين بالعهد القديم شهادة السماء، مما حدا بالرسول بولس ليقول في رسالته إلى فيلبي قائلا فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. وهذا ما تحقق اليوم في التجلي، مجد لاهوت المسيح. ويا أحبائي الكرام، لنتعرف على ما جرى وما قاله يسوع قبل التجلي في الإصحاح 16 من إنجيل متى الرسول، والأعداد 21 و22 و23
والعنوان يسوع ينبئ بموته وقيامته قائلا: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث ليقوم، ليتفق تماما عما سيحدث بعد كل هذا، أي ظهور مجد لاهوته بعد القيامة. ويكمل قائلا: الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. وبعد ستة أيام من هذا الكلام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عالي منفردين، ليتغير كل شيء، وفكر التلاميذ خاصة بطرس الرسول الذي جرى في التجلي أراهم شيئا جديدا، شيئا من مجده، ليروا الحقيقة كما هي في أعينهم، وإعلان حقيقة الرسالة الخلاصية والمجد العتيد، ليعيشوا خبرة الإيمان والعلاقة الكاملة مع الله. واكتمل المشهد بحضور النبيين موسى وإيليا إعلانا للحكمة الإلهية، لأنه بعد أن كلم الله الناس قديما بواسطة الأنبياء، كلمنا في العهد الجديد بواسطة ابنه يسوع المسيح. وهناك على الجبل الجمال الإلهي، المجد العظيم، صورة الملكوت السماوي. هنا يسمح يسوع لتلاميذه أن يروا لمحة من مجده عندما تغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. صورة المجد السماوي المنعم به على المختارين الذين يصيرون كالملائكة. وكان وصف بولس الرسول لهذا المجد قائلا: ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. الآن يا بطرس، ماذا تنظر وماذا تشاهد وطالبا من يسوع أن يديم هذا المنظر الإلهي؟ يقول الكتاب: فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب، جيد أن نكون هاهنا. اشتياق المؤمن الحقيقي في أن يكون تحت مظلة يسوع حيث الملكوت، لا بل وأن يسجل اسمه في سجل حياة أبناء الملكوت. شهوة الحضور والوجود في الحضرة الإلهية، كقول حبقوق النبي: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيايل ويمشيني على مرتفعاتي. ما هي أهمية المعاني الروحية لعيد التجلي؟ في التجلي تمجد الثالوث المقدس الآب بالصوت: هذا هو ابن الحبيب. الابن المتجلي يسوع المسيح، الروح القدس من خلال السحابة النيرة، ظهور مجد الله، النور الإلهي. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. ليذكرنا نحن بمجد لاهوته الأبدي، ليعلمنا أهمية الصلاة والسمو إلى فوق حيث الرب، الصعود إلى الجبل، الخلوة حيث الهدوء والسكون، والتمتع تماماً بالمنظر البهي.
إعداد الكنيسة لتكون مشابهة لما هو في السماء، فجمال الكنيسة يشبه عظمة العرش، والأنوار الكثيرة تشبه ضياء مجد الله وقديسيه، وعطور وعطر البخور رائحة الحياة الأبدية، والبخور الصاعد صعود التهاليل والألحان مشابهة تهاليل وترنم السمائيين. التلاميذ يمثلون الكنيسة المجاهدة، موسى وإيليا يمثلون الكنيسة المنتصرة، وهذا يدلنا على اتصال الكنيستين معا في السماء. الجبل كذلك يشير إلى الإيمان، المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون. لقد قال بطرس: جيد يا رب أن نكون هاهنا. فما أجمل أن نكون دائما في حضرة الرب، وكأن لسان حالنا يقول: وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه. يا رب، جيد أن نتذوق دائما حلاوة عشرتك. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، إذ حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي. ربي، جيد أن ألتقي بك فوق الجبل المقدس فأقول: قد صرت فوق شهواتي وأفكاري، فوق ذاتي وكبريائي. يا رب، من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه. أخيراً، نظروا يسوع وحده بعد أن أفاقوا من دهشتهم وفتح أعينهم، كان فرحهم عظيماً إذ وجدوا الرب. فنحن لسنا بحاجة لشيء غير يسوع وحده، لأن فيه وبه وله كل الأشياء. نسأل الرب يسوع أن يجعلنا من بين أبناء التجلي، لنحظى برؤية مجده الأبدي، ونقول أيضاً: يا رب، جيد أن نكون هاهنا. بركة التجلي للجميع لتعيشوا الحياة الهانئة الموفورة بالخير والسلامة دائماً وأبداً. آمين. ولإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى دهر الداهرين. آمين.